كلام واقعي من مستر كولر، ويمكن كابتن علاء مستر كولر قال مستر شريف، ما كابتن مستر شريف هو اللي كان لا كان لسه ناهي. عايز اعلق على حاجه شيء. لا عايز ولا حاجه، اعلق على لا حاجه. بنشكر مستر كولر على الاداء النهارده. طيب ماشي. قال المباراه كانت قويه، وطبعا كانت صعبه لان في بدايه الدوري وكل فريق بيبقى عايز يبدا بدايه متميزه. دي حقيقه، وكلمنا قبل الاستوديو قلنا كده الكلام ده كله ايمن، ان المباراه كانت صعبه، ودايما البدايات اهم حاجه، البدايات دايما. صحيح. يمكن مش عايز اقول حظ النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب على طول فما فرقش مع مين هيقابله في الاول، لكن لما بتبدا الاول مباراه مع فريق كبير زي الاسماعيلي ده صعبه، غير ما تبدا بالتدرج اللي كان بيتكلم عليه عادل، تبدا بالتدريج واحده واحده، بس انت بدات قوي مظبوط، بس في نفس الوقت كويس. يعني انا بس كويس، بس انا عايز اسالك في النقطه دي بالذات، يعني انت شايف ان في تدرج في المستوى، في ارتفاع المستوى من المباراه الاولى عن مباراه الاسماعيلي عشان المنافس مختلف، عشان المنافس مختلف. قلت لك انسى الاول مباراتين بتوع اتحاد المنستيري، انساهم تماما، والبطوله مختلفه. أي. دايما يعني دور 32 بتبقى لحد كبير الفريق مش في حجم النادي الاهلي، لكن بدايه الدوري العام مهم 3 نقاط، وبتقابل الاسماعيلي صح، فكل الامور موجوده دايما انك المباراه تبقى انت وقعت في مباراه قويه. وقلنا في كلنا يمكن اجتمعنا قلنا الدوري السنه دي صعب، كله عمل تدعيمات قويه جدا، الاسماعيلي عمل تدعيمات كتير جدا جدا جدا، تختلف تتفق مع بعض اللعيبه مش يعني مش صحيح. مشكلتنا النهارده. طب لو احنا اتكلمنا كابتن على اهم النقاط الفنيه اللي لفتت نظرك النهارده في اداء النادي الاهلي. اول حاجه النهارده في رغبه جامده قوي للفوز، ده مهم قوي. كويس، في تحركات كويسه جدا في الثلث الاخير اللي هو الحاجه اللي دايما انت مستنيها، لانك انت دفاعيا انت بيجيش عليك ضغط هجوم كتير، يعني لحد ما مش مضغوط طول المباراه. في نص الملعب بتقدر تطلع كوره سليمه بوجود ديانج، طول ما ديانج موجود في نص الملعب وعنده ارتكاز، تاكد من دايما ما عندكش مشكله في الحته الدفاعيه، ما عندكش مشكله انك تنقل الكوره للثلث الاهم الهجومي. هنا بقى الشغل كله هايم، واضح ان كولر مهتم بالمنطقه اللي هي 30 يارد الاخيره دي، مهتم بيها كويس قوي، وبيدور على لعيب سريع ومهاري قوي، يعني هو دايما خصوصا على الاطراف في الثلث الاخير، في الثلث الاخير. والتحركات انا عجباني النهارده التحركات كلها، حتى تحركات محمد شريف قبل ما يخرج بيتحرك كويس النهارده، سيبك زي ما كان بلال بيشرح، لكن بيتحرك، هو يهمه الثلث الاخير، الثلث الاخير انت اللي عايز فيه تحركات كتير قوي، لان انت دايما لو عملت كده احصائيه كل مبارياتك انت دايما انت امتلاك الكره عندك عالي جدا. صحيح، كل دايما الكره معاك انت كتير مهما كان مين المنافس، لكن انت مهم قوي حته التحرك الاخير ده. كولر مهتم قوي باللعب على الاطراف، ما بيحبسش الاختراق من القلب، مظبوط، قليل جدا. لكن هو هي فلسفه كل مدير فني، يعني في مدير فني كان كابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي على حته الاختراق من القلب، في مدير فني يحب الكره في على الاطراف بس عايز اختراق من القلب من بين السردباكين او واحد بيطلع من الخلف الامام. صحيح. لا، واضح ان كولر بيحب يوصل بالكوره لحد الاطراف، ودي واضحه قوي في طريقه لعبه، يعني في طريقه اختراق احمد عبد القادر لما في الجول اللي جابه في المباراه اللي مش دي اللي قبلها، في هدف النهارده. انت بص النهارده كريم وصل لحد فين، لكن النهارده في حاجه كويسه انا لفت نظر، التسديد. عادي كان بيتكلم على ديانج ان هو قليل التسديد، لكن واضح ان برضو بدا الراجل يتكلم على ان لازم لعيبه نص الملعب اما يوصلوا للمنطقه دي يفكر في التسديد، مش مشكله طلع واحده واثنين وثلاثه، مش مشكله، لكن هتبقى هتيجي واحده او هتبقى ميزه.